بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو هذه مخصصة لتلاميذي تاع سنة ثانية متوسط مادة اللغة الإنجليزية، آخر وحدة sequence number 4 اللي هي me and my travels، أنا والأسفار تاعي. إذا أهم نقطة تاع بسم الله كي نقولو travel، سي با لو فيرب travailler، بزاف تلاميذ يحسبوها لو travail أنا والعمل. لا لا، travel باللغة الإنجليزية هي فعل السفر، يعني لو فيرب voyager. سماتيك كي شغل انا نقول موي مي فواياج، انا واسفاري. اوكي، ترافل يساوي سفر، لازم ننطلقوا من هذه. اذا هنا عندنا موضوع شباب مليح نقراوه مع بعض، نقراو ذا تكست. اوكي، اذا هاي اي ام علي، ذا سبيكر از علي، المتحدث هنا هو علي، ذا رايتر، ذا اثر، كلش هكا. اذا اي ام فروم افلو، انا من مدينه افلو. وبعد يبدا يحكي لنا. اذا هنا ندخلوا في الدروس الجديده. كي نقولوا لاست سامر، لاست غير تشوفوا كلمه لاست محسوب الصيف الماضي، يعني رانا نهضروا على الماضي، الزمن الماضي اللي هو ذا باست، اللي هو عفسه جديده تقراوها في السنه الثانيه متوسط. اوكي، ذا باست احنا موالفين غير بريزنت سيمبل، بريزنت كونتينيوس اللي هو مثلا اي ام ريدين، اي ام بلاين. دوكا نروحوا نحكيوا بصوالح تاع الماضي هكا. اذا لاست هي الدليل انه لازم تستعمل الماضي، واحده منهم الصيف الماضي لاست سامر. اذا ننصحكم تحفظوا الفصول الاربعه، سامر الصيف، سبرينغ، وينتر، اند اتم ولا فول. اي ترافلد، ها وليك لو فيرب تو ترافل. ومن بعد كي نديروه في الباسي ما عندناش في القائمه تاع الافعال الشاذه ولا غير النظاميه، وبالتالي حنا نخدموه نروحو نزيدو له ايدي اللي هي لا كونجوغيزون تاع الباست سيمبل هكا. وبما انه الال هنا قبل فوايل وحده راح ندوبليو الال، على بها كاينه زوج الالات. اوكي، اذا الصيف الماضي سافرت، اي ترافلد، وين رحت يا وليدي؟ اي ترافلد تو الغايشه، ان شاء الله هاني ناطقتها مليح، ويز ماي بارنتس، يعني ما راحش وحده، راح مع الوالدين نتاعو. الغايشه دوك يحكي لنا وين جايه، از سيتويتد ان ذا سنتر اوف الجيريا، في لو سونتر يعني وسط الجزائر. It is 435 kilometers from Algiers، 4 كيلومتر برك، 4 كيلومترات ونص تقريبا على مدينة الجزائر. It's very beautiful، beautiful معناتها نايس، السينونيم تاعها نايس حنا نفهمو هكا. زيد the weather اللي هو الطقس، الطقس was sunny. هنا علاش درنا بريزنت وهنا باست؟ هنا لخاطرش بيوتيفول دايما بيوتيفول، ماشي غير ذاك النهار، هي مدينة شابة شابة، إذا نستعمل ذا بريزنت لأنها حقيقة ثابتة. أوكي، سيت أون فيغيتي ما تبدلش، إت إز تروث، فيغيتي نقولو تروث، نكتبوها تروث، نقراها تروث، تروث، إت إز تروث، سو أي يوز ذا بريزنت سيمبل. بصح منا الويذر اللي هو الطقس يتبدل كل يوم حال جديد، وبالتالي هذاك النهار، هذاك النهار كان الطقس مشمسا، سان ساني، درنا الدرس هذا تاع الاحوال الجويه. وبالتالي سو هي وبالتالي اي فيزيتد، هاي ليك ذا فيرب تو فيزيت، درنا له ايدي كيما هنا علامه الماضي معناتها زرتو. كي نقول لك اي فيزيت ازورو، واي فيزيتد زرتو. اي فيزيتد رها ذا فيمس اريا، المنطقه المعروفه، فيمس معناتها نون، نكتبها كنون ونقراها نون. area المنطقة يعني لا زون، where I met هو the verb to meet يعني التقيت، my friend فريد، and went اللي هو the verb to go يعني ذهبت، to her forest غابة. اوكي، forest. I went ذهبت swimming، I went swimming رحت نعوم، with my parents. I took اللي هو the verb to take many photos، دينا بزاف تصاور، and bought اللي هو the verb to buy فعل الشراء يعني اشترينا، some souvenirs يعني شويه لي كادو هكا ذكريات سوري ذكريات للاصدقاء نتاعي والاقارب والى اخره. اذا تشوفوا تلاحظوا بلي عندنا هنايا الاستعمال تاع the past simple tense، علاش؟ خاطرش راهو يحكي لي على عفسه صرات له في الماضي اللي هي الصيف الماضي last summer، وبالتالي كل الافعال تاع كي يحكي لنا راح تكون في الباست سيمبل. على بالي بلي درس جديد عليكم، بصح هذا هو الاستعمال نتاعو، يا اما راهو في القائمه نحفظه، يا اما ما كانش في القائمه حنا نخدموه. نروحوا للتمارين، قولوا بسم الله وتبعوا معايا. Part 1 reading comprehension، فهم النص. Activity 1 I read the text and fill in، يعني fill in يعني
نكمل. جو كومبليت، اي كومبليت ذا فاكت فايل، يعني بكل بساطه اي كومبليت ذا تيبل. تاون اللي راح ليها، وشنو هي التاون؟ صح، ذا ديستنس فروم الجيرز. ديستنس يعني المسافه، المسافه من العاصمه، يعني تبعد عن العاصمه بشحال. دايركشن يعني واش من الجيوغرافيكال بوزيشن، يعني الموقع الجغرافي، الاتجاه نتاع هذا وين جاي، في الغرب في الشرق، وين جايه هذه المدينه. وفيمس بليس يعني المنطقه اللي مشهوره فيها بزاف. خموا لي شويه، ديروا بوز، حاولوا تجاوبوا عفوا، ورجعوا لي للتصحيح. اني جيت. اذا نصحح معا، هنا زدتكم كلمه فيزيتد تاون باش ما تغلطوش ما بين افلو ولا المدينه التي زارها. اذا فيزيتد تاون هي المدينه التي تمت زيارتها. اذا ذا تاون، جيسبر لقيتوا هذو الاجابات، هي مدينه الغايشه. اوكي، ديستانس فروم الجيرز فور، في الانجليش نقولوا دوت، هنا في الفرنسي في اللغه الفرنسيه نقولوا 4.435، بالعربيه نقولوا 4.35، في اللغه الانجليزيه نديروا نقولوها نقطه. اذا 4.35 كيلومترز فروم الجيرز، العاصمه مدينه الجزائر. دايركشن اللي هي قلنا ذا جيوغرافيكال لوكيشن، الموقع الجغرافي، سنتر اوف الجيريا. اوكي، في النورث، سنتر اوف الجيريا، ما كتبوش نورث، دونك ما كان له نديرو نورث. فيمس بليس عندنا رها، هاي ليك فيمس، اي فيزيتد رها، ذا فيمس بليس اتسيترا. اذا كل عفسه منا عليها 0.5، مع الاخر قولوا لي في الكومنتير شحال طميتو، نقاطي من 20. نواصل. اكتيفيتي 2، اي ريد ذا تكست اجين، مره اخرى، ذن اي انسر ذا كويستشنز، اجيب عن الأسئلة. دائما مرارا وتكرارا في كل فيديو نفكركم بلي كيكون عندي WH question نروح نجيب معلومة من النص، صح تكون إجابة شوية طويلة، جملة نديها كوبي كولي من النص ولا نبدل ضمير، بصح كيكون ماشي WH راح نجاوب يا إما yes يا إما no. ودائما عندهم قالب هذو، ما خلو كي نوصل لها ونشوفوها. إذا where is علي from، where is علي from، هذه شفناها في السنة الأولى. where are you from، I am from، كذا. وعلي، where is علي from، ها نعاود نوريكم النص وشوفوا لي الإجابة ورجعوا لي للتصحيح. إذا where is علي from، شوف كيفه سهلة مهلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up. إذا where is علي from، نكتب علي is ولا نعوضه بضمير، he is from وين وين، from أفلو، he is from أفلو. excellent، منين جبناها؟ جبناها من هنا، I am from أفلو. خي بيان، هيا زيدوا. number 2، did he travel to غردايا، did he travel to غردايا. اسكو هنا معندها هل، أي كلمة ما غير WH المعنى تاعها راح يكون هل. إذا did he travel to غردايا، نحسب لكم العشرة ونشوفوا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up. واش قلتوا فيها، يس ولا نو؟ إلا درتوا يس رانا غالطين، ما راحش لغردايا ولا الرغاية ولا قالنا راح لقايشة ولا غايشة ولا ما على باليش قلت لكم كيفاش تتنطق. المهم الإجابة هي نو. بصح اسكو نكتب نو فقط، شوفوا معايا كيفاش نجيب النقطة كاملة. إذا دائما هنا راح نجيب الكلمة الثانية، هذا قانون حفظه من ذوك وتهناو، ومن بعد نجيب الكلمة الأولى، وبما أنه عندي نو راح نجيب كلمة نوت، هذا قانون مهما كانت الجملة مهما كان السؤال. إذا أنا حابة نجاوب نو ونحط نوت، نحط نو منا ونوت منا، راح نجيب الكلمة الزوجة اللي هي هي، نكتب هنايا هي، وراح نجيب الكلمة الأولى اللي هي ديد، نكتبها هنايا ديد، نتحصل على نو هي ديد نوت. على بالي بزاف منكم راح يقولوا لي استاذه معليش نكتبها بطريقه مختزله، طبعا اذا نكتب ديد الان نلصقها الاو نحولها الى ابوستروفي والتي نخليها برا، تولي لي نو هي ديدنت. هذه هي هذه هي هذه هي، اوكي صح. نروحوا للسؤال. استاذه لو كان زعما مثلا ايماجين الجواب هو ايه، نعم يس، واش ندير؟ نفس القانون، جيب لي الكلمه الزوجه اللي هي هي، جيب لي الكلمة الأولى اللي هي ديد، وخلاص نقطة باسكو ما عندكش نو، كي تكون نو نديرو نوت، ما كاش نو ما ديرش نوت. إذا ياس هي ديد لو كان، بصح هذه خاطئة في المحتوى تاع اليوم، هذه هي اللي نحتاجوها هنا وعليها قلنا نقطة كاملة. نروحو للسؤال question number 3، how was the weather، how was the weather. إذا how هو كيف، كان الطقس، لازم تعرفوا كلمة weather اللي هي الطقس، شرحناها في الآخر. إذا how was الطقس، how was the weather، نحسب العشرة 1
two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, up. على بالي باللي لقيتوها. إذا نكتب كاين تلاميذ رايحين يحبوا الإجابة السريعة اللي هي sunny. نورمالمون تحسبها لكم الأستاذة، ولكن جو بريفير تكتبوا the weather was sunny. هكا نراعيو مشاعر الأستاذة باش ما تقولناش نتوما كسالى وتجاوبوا بالخوف هكا إجابة قصيرة وما نمدلكش النقطة إلى آخره. اكتب هذه خير. إذا the weather was sunny، ولا the weather عوضها بال it، معليش نقولوا it was sunny. هكذا نروحوا للتمرين اللي موراه. Find in the text words that are closest in meaning، يعني قريبة جدا للمعنى، إلى located and nice. nice قلتها لكم في الشرح، نشوف إلا تعودوا تلقاوها اللي كانوا يتبعوا. ولوكيتد معناتها تقع، درناها في السنة الأولى الوحدة الخامسة. أوكي كيفاش نقول تقع ولا هي موجودة؟ هيا حوسوا لي هنا هي موجودة ولا تقع، كيفاش ندير؟ 1 2 3 4 معاكم كيما نخدموا في الزوم. في الزوم بصح شنو هما يشاركوا تاع الصح، من راني نتخيل فيكم تشاركوا. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أوب، واش درتوا تقع؟ هاجي نشوف. it is situated، هذه هي صح. هما ما دارولناش is، ما احنا ثاني ما نديروهاش، نديرو مباشره situated. نتمنى تكونوا معايا في دروس الزوم. اوكي المبلغ راه مزيمه واش حاجه كبيره بزاف، تقراو فصل كامل مع الاستاذه راضيه. نجوز لكم المايك تشاركوا تجاوبوا تسالوا كيما يحب خاطركم. صيبوا لي دوكاتيك نايس، كلمه عندها نفس المعنى تاع نايس. هيا 1 2 3 4 نايس معناتها حاجه شابه. 5 6 7 هوب هوب هوب، على بالي بلي لقيتوها. وشنو هي؟ هي كلمات، كلمات yes beautiful. اي مكتوبه اصلا، شتو كي تكونوا حافظين مفردات النص يعود ساهل تفهموه. اذا beautiful هي nice. نكتب هنا بو كيما الفرنسي، ما تغلطوش، روحوا تكتبوا بيو، كتبوها كيما اللغه الفرنسيه. اذا بو تي فول، ونقراها بالانجليزيه beautiful beautiful. نفس الشيء بصح هذا الخطره بالاضداد، ردوا بالكم هذه ماشي يساوي، هذه الكلافي تاع الاستاذه ربما ما عرفتش دير لا يساوي هكا، وعارفين ديروا انسيغي سيمبول هكا يا تلقاو لا يساوي في القائمه جبدوها. اذا كيم، كيم يعني جاء، واش راح يكون العكس تاعها؟ نحوس ذهب، ولا جئت مع ذهبت هكا، هذا وراهم في الماضي راهم في الباست. ونكست معناتها القادم، هانيك شغل جاوبت بصح معليش، هيا باش يجيكم الفرض ساهل. واش تقولوا فيها العكس تاع تاع جاء؟ شغل حوسوا لي ذهب باللغه الانجليزيه. اجري ونشوف، اجري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ها هي لك. يس اي ونت، لازم تكونوا شاطرين. ونت هي ذا فيرب تو جو، هي ذا فيرب تو جو. اذا ذهب ولا ذهبت هذه مع جميع الضمائر. خصائص الباسيف الانجليش ذا باست هي انه كلمه واحده تجي مع كامل الضمائر، ماشي كيما الفرنسي زعما تي كلام بارفي اي اس اي اس اي تي وكامل، لا لا، في الانجليزيه كلمه واحده تجي مع جميع الضمائر. نيكست يعني كيما نقولوا الصيف الجاي، الشتاء الجاي، العام الجاي. صيبوا لي العكس تاعها، شرحتها لكم بيان بيان بيان. نحسب الخمسه هذه باسكو ساهله. هيا 1 2 3 4 5 مورا نشوف واش درتوا، واش درتوا بعثوا لي في الكومنت. قال قدرنا نمشوا بهذا السيستم وعجبنا ما عجبناش الى اخره. اذا كي نقول لك العام الجاي نقولوا next summer، كي نقول العام اللي فات نقول last summer. اذا next هي عكس last. راحين تقولوا لي ايه احنا موالفين last نديروها العكس تاع first. صحيح last عندها زوج معاني، عندها معنى تاع اللي فات وعندها معنى تاع الاخير. اوكي اذا بهذه الطريقه رانا كملنا الصفحه الاولى، نروحوا للصفحه الثانيه. هنا لازم تكونوا حافظين the past simple tense. اذا اول تمرين من الصفحه الثانيه واش يقول؟ I give the correct form of the verbs in brackets. واش معناتها؟ معناتها صرف الافعال بين قوسين. اول عفسه لازم تديرها هي انك تبحث عن ظرف الزمان، time indicator. where is the time indicator؟ It is last holidays. وأهم كلمة في last holidays هي last. هكا إذا واش قلنا على last؟ last هي كلمة تدل وتجبرني كي شغل it obliges me to conjugate the verbs in the past simple tense. تجبرني بالصفة فعلية بلا مزيتي، لازم إلا راني حابة ندير النقطة لازم كي نشوف last نصرف الأفعال في الماضي. الماضي حفظوه في السنة الثانية وتهناو avi. اوكي اذا تو جو، تروحوا للقائمه واش تلقاوه؟ تلقاوه went.
نقراها went مع جميع الضمائر. بغا مونير والمدرسة تاعو كامل يجيبهم كيف كيف. went I went you went she went he went. ما كاش في الباست تاع زيد لها اس تاع الشي وزيد الاس تاع الهي، ما كاش كلمة واحدة مع جميع الضمائر. ساهل الباسي ساهل. ومن بعد هي فيزيت فيزيت، نحوس عليه في القائمة، حوس 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 من الغدوة ما تلقاش. وبالتالي كي ما كاش واش ندير، نخدمو انا، تولي لي فيزي تيد، انا نخدمو. كيف نخدمو؟ ندلو او دي هكا، نخدم له نلصقلو الاو دي. اذا فيزيتيد ماني انتريستين بلايسز، زرنا بزاف مناطق مهمة و انتريسونت مليحة يعني. شوف 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 هنا واش عندك، نيكست اللي هي العكس تاع هنا، خلاص سماتيك الباسي هنا يحبس. نيكست مانث راح يبدا لي الفيوتشر، شوف معايا الشهر القادم، الشهر الجاي ان شاء الله. هي ويل، ويل هي سوف، اللي ماهوش فاهم الفيوتشر سوف زيد لها لو فيرب، يعني شغل هي تو ترافل، نحي تو في بلاصه تو دير ويل وترافل خليها، تريك تو ترافل تولي لي هي ويل ترافل. كيف كيف ويل مع جميع الضمائر، ما كان لا اس لا سيدي ذكري هكا. إذا next month he will travel، سوف يسافر إلى الغوات، to الغوات. he not to go with his friends، كيف كيف يعني هنايا راح يبدا لي الفيوتشر، معناتها هذا نديرو في الفيوتشر بصح في النفي، يعني نكتب will not، will not سوف لن، ونجيب هذا نحي التو، نحي له التو ونجيب غير هذا واسمه stem، نعاود نكتب هنا stem. إذا هذه will not على بالي تقولوا لي الصيغه المختزله اللي هي won't بالاو، اوكي بالك وتغلطوا ما بين هذه وهذه، هذه فيها او، هذه ذهب وهذه won't، went won't، ما تقراوش هذه won't ماشي في فرنسي، الاو والان ماشي اون في اللغه الانجليزيه، نقراها او ان عادي. اذا went went وهذه won't won't ولا won't، شوف تتحب القراءه الانجليزيه ولا البريطانيه ولا الامريكيه، انا نحب نقول won't بالبريطانيه. اوكي اذا هي won't go with his friends، هذه هي كاش عارفه ما فهمتوهاش قولوا لي وخلاص. turn the following sentences into the negative and interrogative form. اذا شوف معايا كيفاه ندير، هنا ركزوا مليح 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 باش تجيبوا لي مليح في الاختبار. last summer تدل على الماضي، very future yes، هاوليك الاودي. علي last summer علي traveled نحو عالي، إذا هنا قلنا last تدل على الماضي، هاوليك الماضي. إذا last summer I traveled to غردايا with my parents، هكا أنا رحت سافرت إلى غردايا مع عائلتي مع والدي. أوكي negative form واش قرينا في النيجاتيف، مادام عندك باسي، مادام عندك باسي إذا نكتب last summer فاصلة تاعهم نرجعها هاي ليك، الحين عالي باسكو ايغور دو فراب برك. اي نجيب الاي سوجي، ومن بعد لو فيرب هذايا ننفيه، نيجاتيف فورم هي صيغة النفي. مادام صنتو ليا مليح، مادام الفيرب راهو في الباسي، مادام انا نخدم بالديدنت مع جميع الافعال مع جميع الضمائر، الافعال كلهم الا تو بي، خاطرش ندير له نوت زعما واز نقول واز نوت ما نقولش ديدنت، لا لا توبي نخدم له بالنوت. يا اخي قلنا من السنه الاولى توبي عنده حاله خاصه، عنده ريشه هكا. اذا لاست سامر اي ديدنت، واش يجي مع ديدنت؟ ديدنت هي لم، هي لم، لازم لم اسافر، واش نروح ندير؟ نعاود نرجعو الى اصله، يعني احنا زدنا له ادي نحيها، دوبنا دوبلني دوبلينا له الال، خاطرش تلاقات هذه مع هذه كي خدمنا احنا دوك مش حان نخدمو. اذا الال الدوبلاج هذيك ثاني تروح، نخليه صافي. اذا ترا ترا فول ديدنت ترافل، ونكمل تو غردايا with my parents هكذا. الان كملنا النفي دائما ديدنت مع لو فيرب الصافي اللي هو ستام، نروحو للانتيروغاتيف. الانتيروغاتيف شتو هذه ديدنت نخدم بها، تولي لي ديد ديد صح، هو راه يقول اي اسم انت تقول له، هنا كاينه زوج يا اما كاينه تلاميذ راحين يقولوا اي دي داي شغل يحولها بلا ما يحوس يفهم، وكاينه اللي يحوس يحولها كي شغل زعما تيك حوار يقول له ديد يو، نورمالمون استاذة هنايا ما راحش دير مشكل تحسبهم في زوج. اذا ديد يو شوف راح نفرق، نجيب ديد هذه يعني محل نسحقش النيجاتيف ما نحتاجهاش. اذا هل ديد يو، ونجيب ترافل هذه ديد يو ترافل تو غردايا تو
تو غايشة غايشة يا ودي، ما والله ما نعرفها وين جاية. with your with your parents last summer، شو تقولي لك هكا ما تنساش علامة الاستفهام. اوكي okay. اذا did you travel to غايشة with your parents last summer؟ yes I traveled to غايشة with my parents last summer. ولا يقول لك لا لا last summer I didn't travel to غايشة نقطة هنايا. اوكي دونك هذه هي كيفاش ندير النيجاتيف وندير الافيرماتيف وندير نيجاتيف والانتروغاتيف سنتنس. الانتروغاتيف تبدا بالهل، هل هي ديد تاع الباسي. اوكي صح. اكتيفيتي 3 كلاسيفاي ذا ووردز اكوردين تو ذير برونونسيشن. هنا عندنا ذا، هذا كي تشوفوها هكا هذه معناتها ذا، شوفوا ديجا تشبه لها. اذا هذه ذا وهذه اللي بقات لنا يسماتيك ثا. بيان سي غادي نقراها ثانكس thanks، هذه راح تجيني هنايا thank you، ما نقولش thank you نقول thank you. thanks this with those، ها those هو الجمع تاع that. اذا اونسي جامي طيح لك this طيح لك that طيح لك they. نمد لكم شويه الامثله they. weather weather اللي هو الطقس weather sorry. three ماشي بالسيف تكون الاولى، هذه زهر بركه 3. اوكي هاي الاولى وقريناها ذا، هاي الاولى قريناها ذا، وهنا الاولى قريناها ذا. استاذ اعطيني قاعده اوبلي، ما كاش قاعده في هذا الدرس. نروحوا للسيتويشن اوف انتجريشن. سيتويشن اوف انتجريشن وضعيه ادماجيه. واش تقول علي تولد يو اباوت هيز لاست هوليديز. علي حكى لنا تولد يو يعني قال لنا حكى لنا على لاست هوليديز نتاعو. ناو رايت ان ايميل تو هيم، يعني سند هيم ان ايميل talking about your last holidays، يعني انت رايح تحكي لي على الهوليديز نتاعك. هنا نحبس في الفيديو، بعثوا لي المشاركات نتاعكم، بعثوا لي المحاولات نتاعكم في جروب تاعي تاع التليجرام تعرفوه كامل، صفحه تاع الفيسبوك صفحه الاستاذه راضيه، هاكا اكتبوا صفحه الاستاذه راضيه للانجليزيه و الفرنسية هكا تخرج لكم، شاركوا فيها ما تنساوش ديروا لي جيم باش يخرج لكم كلش عفسة جديدة لفيديو والمشاركات إلى آخره. إذا تهلاو في روحكم في والديكم، سلام.